فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول في بلدنا، سائل من خارج هذه البلاد، يقول في بلدنا وضعوا قوانين وضعية تمنع من تعدد الزوجات ويعاقب بالسجن من فعل ذلك، يقول ما نصيحتكم لنا في هذا الأمر، وهل لنا أن نتزوج ثانية في الخفاء؟ إذا كان عليكم خوف وعليكم مؤاخذات فلا تورطوا أنفسكم في هذا الأمر، أما إذا لم يكن عليكم خوف تستطيعون أن تتزوجوا ولو خالف القانون ولا عليكم خوف، لا ضرر ولا ضرار. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.